مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير قوي قوي قوي، وشكرا على التعليقات الجميلة، وشكرا على الكلام الجميل ده، وشكرا جدا للناس بتدخل تدخلي خاص وتدخل تقولي كملي فيديوهات احنا عايزين نتعلم، وفي ناس برضو تانية بتقولي احنا عايزين نتعلم الخياطة، انتي بتعلمينا البطرون. فالحقيقة انا لا، بصوا انا مش بعلمكم البطرون بس، انا هعلمكم كمان الخياطة. بس هي الفكرة ايه؟ ان انا ببتدي معاكم من الصفر. اللي عايزه بجد تبقى خياطه فعلا ماهره، تحفظ الكلام اللي انا بنزله، الفيديوهات، تحفظ القوانين. مش مشكلتها الرسم ايه، مش مشكلتها المقاسات ايه. المقاسات ده اي جدول مقاسات هتلاقي فيه المقاسات انت محتاجاها. لو وقفتي اي مريكان او اي حد ممكن تاخدي منها المقاسات اللي انت عايزاها، بس الفكره في القوانين، ازاي تجيبي الوسط، ازاي تجيبي، ازاي ترسمي البطرون نفسه، ازاي تقسمي القماش. انا دلوقتي مش بتعامل معاكي على سنو ورق، انا بتعامل معاكي على سنو قماش. والدليل على كده اني بخلي لك ربع البطرون نفسه، مش بعمل لك البطرون كامل، يعني مش بعمل لك الامام كامل او الخلف كامل، بعمل لك الربع او النص كمان. فلما تيجي انت تحطيها، تحطيها تبقى الامام كامل والخلف كامل، تمام؟ احنا ابتدينا واحدة واحدة، ابتدينا الاول بالبطرون الاساسي، وبعدين عملنا البطرون، تشريح البطرون، وبعدين عملنا البنطلون، وبعدين عملنا الجيبة، وان شاء الله هنعمل الكورساج الاطفال قريب قوي، هنعمله الاسبوع الجاي، وبرده هنعمل مع بعض الكورساج الكبير على اخر الاسبوع الجاي. وهنبتدي برده بعدين هنعمل بقى، هنقص البطرونات دي كلها واحدة واحدة طبعا بالموديلات. هنعمل موديل موديل، مثلا هنعمل جيبه وبلوزه، مثلا هنعمل بنطلون وبلوزه، مثلا هنعمل عبايه، جلابيه، بيجامه كده. وبالمناسبه البنطلون اللي انا اديته لكم مش هينفع للجلابيه، مش هينفع البنطلون بيجامه. ممكن تعمليه على بنطلون بيجامه، او انت ممكن تهشيلي منه ال، ثانيه واحده اوري لكم، دي جيبه اللي احنا عملناها اخر مره، دي جيبه، ثانيه واحده، بصي ده البنطلون اللي احنا عملناه مع بعض. البنطلون ده انت هتاخدي كل حاجه فيه صح، ما عدا حاجتين بس هما اللي مش هيبقوا صح، ايه؟ لو عملتيهم في بنطلون بيجامه، هي البنسه، الثلاث بنس، تقسيم الوسط معانا، البنستين مش معانا في بنطلون البيجامه، وبرده هرجع اعمله تاني. والمرد اللي احنا عملناه في البنطلون ده مش هنعمله في بنطلون البيجامه، انت مش هتحطي للبيجامه سوسته، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه بقى هنعملها مع بعض، هنعمل مع بعض برده، عملنا مع بعض البنطلون، اهو ثانية واحدة هوريه لكم، البطرون الاساسي واللي هو، ثانية واحدة شقلب لكم الصورة بس معلش، البطرون الاساسي، ثانية واحدة، خلاص المهم احنا خدناه يعني البطرون الاساسي واللي هو نعمل منه العباية ونعمل منه البلوزة ونعمل منه كل حاجة احنا عايزينها ومحتاجينها. ده الحاجة التانية اللي عملناها، تمام؟ عملنا مع بعض الكم برضو هنرتب عليه البطرون، وده بقى الكورسيش اللي هنعمله مع بعض، وهنقص وهنعمل على حس فستان سواريه. ده الكورسيج، شايفينه عامل ازاي؟ كل خطوه هوريها لكم، تعرفوا القوانين بتاعتها، وبعدين تكتبوا المقاسات اللي تخصكم انتوا، مش تخص اي حد تاني. يعني مش اللي مثلا، يعني دخلتي مثلا واحده بتقولي انا عايزه مقاس 60 او 50 او مقاس اكس اكس لارج، انا ماليش دعوه بالمقاس، انا بديكي القانون. انت عايزه تخيطي يبقى تاخدي القانون. لو طالما انت شاطره في الخياطه يبقى مش هتفرق قصادك مقاس، تمام؟ هتعرفي مقاسك، هتعرفي ازاي تقيسي نفسك، وبرده هعمل لكم فيديو للمقياس، طالما في ناس كتير قوي محتاجه الفيديو ده، ازاي تاخدي المقاسات من على الماليكان او من الشخصيه اللي قدامك، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. وبجد بجد شكرا جدا على التعليقات، وشكرا على التشجيعات اللي انتم بتعملوها لي دي. ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى معانا الكورساج الاطفالي، هيبقى معانا الكورساج الحريمي في اخر الاسبوع، وان شاء الله يا رب دايما تبقوا موجودين كده ومبسوطين وفرحانين وسعيدين بالحاجه اللي انا بعملها. ويا ريت بقى اشتراكات كتير قوي ولايكات واعجابات كتير قوي قوي قوي، عشان خاطر توصل لاكتر من 100,000 مشاهده، عشان ناس كتير قوي تستفاد، تمام؟ وشكرا جدا للناس اللي بتدخل تدعي لي، وبجد تعليقات فعلا مفرحة على الفيسبوك وعلى في ماسنجر وعلى اليوتيوب. بجد شكرا جدا جدا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.